أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من أورينت، نبدأها بالعناوين. غارات إسرائيلية على مواقع ميليشيا أسد وإيران في محيط دمشق. ميليشيا فاطميون الإيرانية تجند 250 شخصا في الحسكة للقتال في صفوفها. إصابة ضابطين روسيين وآخر إيراني بقصف للفصائل شمال اللاذقية. على غرار قيصر قانون أمريكي جديد ضد نظام أسد وداعميه. سعد الحريري يشن هجوما عنيفا على عون ويحمله مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة. هيومان رايت ووتش تكشف أن دولا كثيرة استغلت كورونا لقمع المعارضين. أهلا بكم. زعمت ميليشيا أسد أن دفاعاتها الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء العاصمة دمشق، وذلك في أحدث قصف على أهداف إيرانية داخل البلاد. وأكد موقع صوت العاصمة أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت قاعدة دفاع جوي تابعة لميليشيا أسد في جبال المحيطة بقرية البجاع غربي دمشق، كما استهدفت مقر قيادة الفرقة الأولى في مدينة الكسوة، في حين سمع انفجار في محيط دمر. عبر الهاتف ينضم إلينا الناطق باسم تجمع أحرار حوران من عمان أيمن أبو محمود. أهلا بك أيمن، ما هي المعلومات المتوفرة لديك حول القصف الإسرائيلي الأخير؟ نعم، السلام عليكم، حياكم الله. نعم أحلام، يعني في الحقيقة استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بثلاث غارات جوية مساء فجر اليوم. في الحقيقة كان هناك استهداف لمقر قيادة الفرقة الأولى في ناحية الكسوة بريف دمشق الغربي، ثلاث غارات جوية متتالية استهدفت هذا الموقع. أيضا كان هناك يعني إحدى الغارات الجوية دمرت قاعدة دفاع جوي تتمركز ضمن مقرات تتبع للفرقة الرابعة في محيط قرية البجاع غرب دمشق، وهذه المنطقة هي على مقربة من طريق دمشق بيروت القديم. نتج عن هذه الغارة يعني أصوات انفجارات سمعت في عموم دمر ومشروع دمر وقدسية والهامة. الاستهدافات في الحقيقة يعني هي يعني بشكل تكون بشكل دوري، تستهدف المواقع الميليشيات الإيرانية ومخازن الأسلحة وتنقلات أيضا الميليشيات الإيرانية. سبق أن استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مواقع ايضا يعني في جبل المانع بريف دمشق في الكسوة، وهذه يعني ورصدنا يعني قبل. هل لديك معلومات ان كانت هي مواقع تخص قادة في ميليشيات إيرانية وميليشيا أسد ام هي مستودعات أسلحة؟ بلا شك ريف دمشق يعني وتحديدا الكسوة يعني بات جبل المانع والمناطق المحيطة به والبجاع وعدد من هذه المواقع هي بشكل هي هذه الجبهة في الحقيقة هي مخازن ومستودعات أسلحة للميليشيات الإيرانية. قبل عدة أشهر تم استهداف هذه المواقع وقامت الميليشيات الإيرانية بنقل هذه المستودعات يعني نقل شحنات من الأسلحة باتجاه الجنوب باتجاه درعا والقنيطرة وإزرع وعدد من المواقع في الجولان المحتل. يعني شهدت هذه الشاحنات ويعني وكانت هناك زيارة لجنرال إيراني دخل إلى مقر الفرقة التاسعة، مقر القيادة في الفرقة التاسعة في مدينة الصنمين، وكان هناك اجتماع ونقل للميليشيات الإيرانية من العاصمة دمشق ومن السيدة زينب تحديدا. يعني منذ مطلع العام الجاري كان هناك خمس استهدافات لمواقع تخص الميليشيات الإيرانية من قبل إسرائيل، ثلاثة منها كان في الجنوب السوري في دمشق والقنيطرة ودرعا. شكرا جزيلا لك أيمن أبو محمود الناطق باسم تجمع أحرار حوران، كنت معنا من عمان. في الحسكة جندت ميليشيا فاطميون الإيرانية أكثر من 250 عنصرا من المدنيين وميليشيا الدفاع الوطني براتب شهري يصل إلى 350 ألف ليرة سورية. وأفادت المصادر أن الذي يشرف على عملية التجنيد في الحسكة شخص يدعى الحاج علي وهو إيراني الجنسية، حيث يقوم بنقل المجندين حديثا إلى ما يعرف بفوج طرطب جنوب الحسكة لتدريبهم على أن يتم نقلهم بعد ذلك لغرب الفرات.
وأضافت المصادر بأن عملية التجنيد لاقت استياء من الجانب الروسي بعد مزاحمة إيران له في المحافظة. قتل وجرح عدة عناصر لميليشيا قسد بهجوم لمجهولين على مقر لهم في مدينة البصيرة شرق دير الزور. وذكرت مصادر أن مجهولين هاجموا عدة مواقع لقسد في مدينة البصيرة، ما أسفر عن مقتل عنصرين وإصابة 5 آخرين بجروح مختلفة، نقلوا إلى مشفى حقل العمر النفطي بعربات عسكرية. تبع ذلك استنفار أمني للميليشيا في المنطقة وحملة دهم واعتقالات وتفتيش في الشوارع الرئيسية. أصيب ضابطان روسيان وآخر إيراني جراء قصف مدفعي للفصائل المقاتلة استهدف مواقعهم شمال اللاذقية. وذكرت مصادر محلية أن الفصائل ردت على القصف الروسي لمناطق في إدلب واستهدفت مواقع ميليشيا أسد والميليشيات الموالية لها شمال اللاذقية لتصيب ضابطين روسيين وآخر إيراني وتقتل عنصرا لميليشيا أسد. حصل التعديل القانوني الجديد الذي قدمه الدبلوماسي المنشق بسام برابندي ضد نظام أسد حصل على إجماع مجلس النواب الأمريكي ليتحول هذا التعديل إلى قانون يحمل اسم صاحبه على غرار قانون قيصر. وذكر بسام برابندي في تصريح خاص لأورينت أن التعديل الجديد يسمح للأشخاص الذين لديهم قدرة على الإدلاء بمعلومات مباشرة عن الجماعة الإرهابية أو المصنفة على لوائح العقوبات الأمريكية، وأضاف أنه لا يرتبط بقانون قيصر وستكون هناك مكافآت للأشخاص الذين يساعدون المجتمع الدولي على معرفة الانتهاكات في سوريا. عبر الهاتف ينضم إلينا محمود خليل المحامي المختص بالقانون الدولي معنا من أنطاكيا. أهلا بك أستاذ محمود، كيف تقيم قيمة هذا التعديل الجديد وكيف سيضيق على النظام؟ تحياتي لك سيدتي الكريمة ولقناتكم وللسادة المشاهدين أينما كانوا. يعني في الحقيقة يعني الواضح تماما الآن، أطلق الحكم الدولي الصافر في النهاية بالنسبة للعمليات العسكرية أي المجتمع الدولي، المعركة العسكرية تقريبا شبه انعدمت أو تكاد تنعدم، المعركة السياسية وصلت إلى طريق مسدود، الآن المعركة فتحت المعركة الحقوقية. نعم. هذه المعركة يعني من الواضح تماما أن الملفات المتجمعة أو المكدسة بالنظام والتي لم تكن تلاقي سبيلها لإدانة هذا النظام بدأت تلاقي سبيلها، المجتمع الدولي فتح أذنه لهذه الملفات وعلينا أن نكون جديرين في هذه المعركة. هذه مقدمة. أما بالنسبة لقانون برابندي الذي قدمه الأستاذ بسام الدبلوماسي المعروف، يعني هو مسمار في نعش النظام حقيقة، ربما هو ليس المسمار الوحيد لكن هو مسمار أراه أنه مسمار غليظ، سيما أن هذا طب هل هذا القانون الجديد يهدف يعني أيضا إلى تعديل سلوك النظام كما عبرت الولايات المتحدة سابقا؟ والله لم أفهم السؤال أو لم يصلني تماما. نعم، يعني هل هذا القانون الجديد الهدف منه هو أيضا تعديل سلوك النظام كما كانت قد صرحت الولايات المتحدة سابقا؟ هلا في الحقيقة القانون كان قيصر وإن كان هذا القانون الجديد هو تفادى سلبيات قيصر، أرى في هذا القانون أنه ليس تهذيب النظام أو تأديبه فقط، وإنما هذا القانون إن سرى بمجراه الطبيعي وأخذت العدالة منحاها الصحيح سيؤتي برأس النظام قانونا. يعني ليس بالحرب وليس بالسلاح وليس بالقرارات الدولية، وإنما بالاستناد إلى الملفات كما قلت المكدسة في خزائن الحقوقيين والمعنيين في سوريا. هناك الكثير من الانتهاكات، أي واحدة منها قد تؤتي قانونا برأس النظام، لكن حقيقة هذه الملفات لم تصل بعد أو لم تجد سبلها للوصول إلى الطرق الدولية، يعني بمعنى أن العدالة الدولية كانت تصم آذانها عن هذا الموضوع. نعم. والآن فتحت آذانها، أرجو أن تبقى إلى الأخير وأن تحكم بعدالة أمام هذه المسائل المفتوحة الآن.
شكرا جزيلا لك أستاذ محمود خليل المحامي المختص بالقانون الدولي، كنت معنا من أنطاكيا. إلى لبنان، حيث شن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري هجوما على الرئيس اللبناني ميشيل عون، كاشفا عن محاولات عون تعطيل تشكيل الحكومة، حيث استهل الحريري كلمته التي ألقاها بمناسبة اغتيال والده رفيق الحريري بتوجيه التساؤل للرئيس عون وتياره المتحالف مع ميليشيا حزب الله ونظام أسد حول ما قدموه طيلة فترة حكمهم، مشيرا إلى أن اللبنانيين يدركون من وراء تخريب البلاد وإعادتها إلى الوراء 30 عاما حسب تعبيره. كشف تقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش عن أرقام صادمة حول عدد الدول التي استغلت كورونا وقوانينها المرتبطة بإسكات المعارضين وقمع الحريات. وبحسب المنظمة، بلغ عدد الدول التي استخدمت الإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا فرصة لإسكات المعارضين واعتماد قوانين قمعية جديدة تجرم حرية التعبير 83 حكومة. أكدت المنظمة أن الصحفيين والمدونين كانوا في مقدمة المتضررين، تلاهم العاملون في المجال الطبي والسياسيون المعارضون. المزيد من الأخبار دائما على منصات أورينت، على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا على الموقع الإلكتروني orient-news.net. شكرا لطيب المتابعة وبأمان الله.